قاعدين يمشيوا اللي ويستعملوا طبعا في مطار تونس كرتاج، اللي يقول لك راهو الوضع في السخانه هذه مطار تونس كرتاج قد ما يسافروا يمشيوا ويجيو، خاصه اللي يستعملوا بشكل ما فماش كليماتيزاسيون، ما فماش كليماتيزور ديما اون بان. وبرشا اتصلوا بينا دايوغ، وان شاء الله يسمعوهم الواسية في علاقه بالوضع. الواسية زاد ولات ماساه جماعه تونسير وزاره النقل المسلمين. استنى لا 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 سامحني، فما المسؤولين تونس ما يفرقش المطار على محطه بريه. سامحني تونسير ما عندها حتى علاقه، هذه مسؤوليه الواسع يا سيد وزير النقل. يا سيد وزير النقل راهو عار، مطار تونس كرتاج كان ديما نظيف، ولينا ندخل نلقاو المطار مش نظيف، ولينا الكليماتيزاسيون في السخانه ماهيش معموله. راهو اللي قاعد صاير في مطار تونس كرتاج عار، عار كبير، واحنا في موسم سياحي. راهو الناس كي تحب هذا علاش وجهنا نداء، ما ينجمش يكون مطار تونس كرتاج المطار قبلة البلاد دايوغ وجهة نتاع البلاد، ما يكونش فيه كليماتيزور ابسط حاجه، ما يكونش المطار نظيف كيف كيف. سامحني الناس قبل، انا نتذكر المطار قبل عملوا الهكا راه ماشي جديد، قبل 2011 خاطر انتم ديما ايضا قبل 2011 ما كناش نشوفوها هذه الكل، كان مطار مريع، كنت انت تمشي على ساقيك وثم شكون عامل لك نظافه، والمستشفيات كيف يقولوا لنا كيف كيف، تحيه وشكرا للناس اللي تتعامل معنا، يقول لك المستشفيات كيف كيف باش كليماتيزور فيها السخانه هذه، علاش؟ خاصة المطار توا الناس تمشي تسافر وتمشي وتجي، شنو ذنبها؟ لا لا خاصة لا 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 زينة زينة هكا الصور بعثوهم لنا زينة زينة سامحني، والصغيرات مطيشة يا زينة سامحني. المطار وخاصة المستشفيات، سامحني المستشفيات معناتها الأمراض والميكروبات والبكتيريا تتكاثر في السخانة، معناتها أنا نمشي باش نداوي على حاجة نخرج أنا أمرض من اللي كنت، سي با نورمال، سي با نورمال. وسيد وزير الصحة مانيش نسمع في صوتك، راه مانيش نسمع في صوتك بتاتا، ماذا بينا تقول لنا اش قاعد عامل؟ ان شاء الله نكون وصلنا اصواتكم المسافرين على مطار تونس من قرطاج في علاقه بهالكليماتيزور اللي هي كيفاش مرهونه في تصليحها، مش حاجه كبيره معناها. لا لا هي حاجه كبيره، حاجه كبيره، اما سامحني كي باش نصعيد في السخانه هذه حاجه كبيره، اما حتى وكان حاجه كبيره سامحني يا سيد وزير النقل، كي تحط 100 مليون في الكليماتيزاسيون تاع مطار تونس قرطاج توا، راك باش تربح تونس اكثر من اللي قاعده تخسر فيه، على مستوى الصوره، على مستوى لو كونفور دي باساجي، على مستوى معناتها حتى الراحه النفسيه نتاع المسافرين. لازم شارج، ناقصو شارج، والا فان ماهيش حاجه كبيره، ماكش تعمل انستالاسيون جديده، وخاصه وانه ماذا بينا ندعموا السياحه، ماذا بينا نشوفوا الوضع احسن مما هو عليه. شكرا جزيلا امل حاج علي، شكرا لكم على حسن المتابعه.